أريد أن أسأل الدكتور محمود زرقات. هناك رسالة انتشرت اليوم مثل النار بالهشيم بين بالسوشيال ميديا تتحدث عن أنه مستشفى البشير، وقد حددت مستشفى البشير بعطي مرضى الكورونا مورفين حتى يموتوا. سلام. يعني هذه وللأسف إحنا بنعرف دائما أنه الشائعة بتنتشر أكثر جدا من تبريرها للأسف. فبنا الواقع بهذه المسألة وما هو الإجراء المتخذ، هل هي حقيقية أم لا؟ بالتأكيد طبعا غير حقيقية، حتى في العالم الثالث لا أعتقد أنه في هالأيام هناك يعني روح أو بني آدم يجزم بإعطاء دواء جريمة بحد ذاتها. وبدي أكد أنه حتى تعرف الواحد بيلتمس لما اثنين بيحكوا لك يعني الشائع من طرفين يجوك السؤال. قمنا بالتدقيق على المورفين والستوك، من تقريبا استوك اللي موجود في الباطني ما تحرك من شهر جرام أو ميلي جرام واحد، لم نحتاج. وتعرف صرف المواد المخدرة أو المواد الخطرة المصنفة عندنا في الطب لها آلية، هناك رقابة شديدة على المواد المخدرة مثل البتيدين المورفين وما شابه ذلك، خوفا من لا سمح طبعاً الله يكون عندنا أي استخدام غير مشروع أو لا سمح الله إعطاها لغير مريض. فهناك يعني آلية دقيقة جدا وتتبع ليس فقط في مستشفى البشير، في جميع المستشفيات. إذا بتروح على مستشفى البادي، على مستشفى الرويشد، هذه العقاقير تعطى وتحت إشراف طبي. وأقول لك إذا بتنكسر عندنا أمبولة واحدة بدك تجمع، يعني هناك من يقوم بتجميع جميع القطع الزجاجية حتى يثبت أنه مكتمل بالكامل. وإذا احتاج جزء من هذا الأمبول بده نقيس الكمية الموجودة في الأمبول باقي عن المريض. يعني هاي أولا إشاعة ولكن مضرة بنفس الوقت. قيل بأنه من نشرها طبيب. نعم أعتقد الحمد لله تم القبض عليه، تم إلقاء القبض عليه اليوم بعد الظهر بعد ما تقدمت أنا بشكوى. لأنه هذه الرسائل الصوتية وإعادتها وتكرارها بشكل ملح يعني تجعل منك أنه تصدق أنه في هناك يعني هاي إشاعة قوية، ليس فقط إساءة، ليس بإعطاء العقاقير الخطرة للمريض، وإنما تفسيره وبدقة أنه أنت بدك تدخل يعني يحرض على الوفاة، يحرض على الموت، زي اللي بيشجع أنه إذا بتودي مريضك على البشير رح يموت. تحدث كثير عن تجاوزات مش موجودة لا بالبشير ولا في غير البشير ولا أعتقد على ساحة المملكة الأردنية. أنا بجزم لأنه جميعنا يقدم الخدمة الإنسانية قبل ما يكون عنده مهنة طبيب، بده يكون إنسان. جميعنا يقدم الخدمة للمرضى، وبتعرف إحنا الشبكة الاجتماعية ما بيننا كلنا أقارب بالنهاية، يعني سهل جدا أنك تشوف لمين المريض من أي عيلة ولمين بيقرب يعني بدرجة كبيرة. فأنا لا أعتقد حتى على مستوى الدول العربية، أنا أجزم أنه لا يوجد ظاهرة من هذه الظواهر أن تموت مريض. يعني الزلمة وجه لنا رسالة خطيرة فيها إساءة للمؤسسة، فيها يعني تشجيع، فيها من نوع من الهجوم على المؤسسات الحكومية، هجوم على مهنة الطب، إساءة لمهنتنا، لإنسانيتنا. وبالتالي الحمد لله والتحقيق. إذن حسم الأمر. نعم. هذا الشخص مدعي. نعم. تم توقيفه اليوم بناء على شكوى محركة. نعم. من قبلكم، واللي من الإعلام كله بحاب يروح يتأكد هاي المستشفى موجودة. ما شاء الله الدكتور من أغرب الناس يعني حتى لمجموعات. بالعكس أنا من خلالكم الجميع بيعرف أنه كم هو تقاربي من الإعلام بشكل الصحافة. وأنا أرحب بأي إعلامي أو صحفي بدون موعد يجي لعندي يقول لي أنا بدي أتفضل، وهو الجزء الوحيد اللي من المؤسسات اللي أنا بدون موعد بيجي بتفضل بيمشي معي بروح بشوف أو بدوني، والله ما برافق حدا. ما بدي أقول لك إنه إحنا سوينا وما سوينا، الإنجاز اللي سويناه هو واجب. الإنجاز تشهد على أرض الميدان. يعني هناك تطويرات بتخوف في المستشفى البشير. جلالة سيدنا افتتح مستشفى من أحدث المستشفيات الإسعاف والطوارئ على مستوى المنطقة. يعني هو بتحكي عن مستشفى ليس قسم، بتحكي عن أقسام، بتحكي عن استيعاب عدد كبير من المراجعين، ومع ذلك يعني
احنا بنواجه مشكله الازدحامات اللي انت بتشوفها. يعني انا بس عشان نخلص من هذه قصه، بتمنى على كل اللي قاعدين بيتابعونا، كذبه، شخص مأفون قام فيها والان هو امام القضاء وراح ياخذ جزاءه عليها، ولا يعني لا تعطوا بالا لهذه القصه.